السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم شيوات ام ايناس. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم الكوتليت. هذه المره ماشي بحال الفيديو اللي حاطه لكم فلاشين قبل، درت لكم مشوي. هذه المره زعما مشوي على الفحم ولا الشوايه ديال الضو. هذه المره غنديروا لكم في الفرن بواحد التتبيله اخرى كتجي حتى هي زوينه بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون يعجبكم البنات. بالنسبه للمقادير عندنا هنايا كميه من الكوتليت على حساب نتوما سميتو داكشي اللي بغيتو. بغيتو ديروا الكوتليت، بغيتو ديروا غير الحيمات ديال الكوتليت هادو، ولا بغيتو ديروا الضلوع، بغيتو ديروا اللي بغيتوه البنات. المهم انا عطيتكم الفكره وانتوما ممكن تغيروا منها. بالنسبه للتوابل البنات، عندي هنايا القزبر حبوب معلقه كبيره، عندي الثومه واحد شويه ديال الثومه، سكينجبير شويه ديال البزار يعني نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره البزار، معلقه صغيره الكمون والملحه. وعندي هنايا توابل اللحم، وهنايا البنات عندي الزعتر. بالنسبه للتنسيم ممكن تنسمو باي حاجه بغيتو. وغادي نحتاجو واحد المعلقه ديال الخردل اللي هو لا موطارد، وايضا زيت الزيتون باش بسم الله على بركه الله. نبداو في الطريقه. اول حاجه غناخذو هاد المكونات، ناخذو الزعتر نحكوه بين يدينا بحال هكذا، كما قلت لكم البنات ممكن تنسمو باي حاجه، ديروا الاعشاب المنسمه ونديروا التوابل كامله. غادي نديروا معلقه ديال الخردل، هنا البنات غادي ندير واحد شويه ديال التحميره ها هي، وغادي ندير زيت الزيتون ونخلط هاد المكونات على هاد الشكل. اول البنات التوابل كيكونوا بحال هكا. بالنسبه للثومه الا ما عندكمش هكا بودره ممكن انكم ديروها طريه. بسم الله على بركه الله. غادي نستعمل يديا باش غادي نبدا نتبل هاد الحيمه تاعي بحال هكا. هكا البنات المهم نتبلهم مزيان. بحال هكا ندخل فيهم هذيك التوابل. ودابا غادي نمشي نشعل على الفران، غنخليهم واحد شويه بين ما سخن الفران وندخلهم للفران. صافي ها هما تبلوا، غنمشي نشعل على الفران البنات ونرجع لكم البنات. ها هو الكوتليت ديالنا اللي شرمناه. دابا غادي نبدا نحطو فوق الصينيه الفرن. البنات واخا تشوفوا هاد الشحمه هادي راه مزيان تخليوها، كتعطينا البنه فيه، واي حاجه اللي غتدخل الفران مزيان تكون فيها هاد الشحمه باش هاد الشحمه كتذوب وكتعطينا البنه فيه، يعني ماشي ضروري اننا نحيدوه.
دابا غناخذو غير شويه الزبده على هذا الشكل، اختياري هذه الخطوه، ولكن انا كتعجبني الصراحه ندير الزبده فوق اللحم بحال هذا الشكل. حيت ما خلطتهاش معاه في الاول داكشي باش خصني نديرها هكا. صافي دابا نخليها، دابا غندخلها الفران، ملي طيب البنات نتلاقى معكم. المهم بالنسبه للقياس ديال الفران راه اعلى درجه عندكم في الفران ديروها عليه، عرفتوا اللحم كيشد الطياب، وغادي تخليوها تقريبا واحد الساعه وهي كطيب، تقريبا واحد الساعه وهي كطيب. المهم مره مره حلوا عليها، ومني تشوفوها تحمرات مزيان من لهنايا ممكن انكم تقلبوها للجهه الثانيه حتى تحمر مزيان. صافي من يبان لكم ان اللحم ديالكم طاب ولا هو هذاك خرجوه، وانا ملي غنخرجو ان شاء الله نتلاقاو في طبق التقديم. الطبق ديالي ديال اليوم غنرافقو بهاد لي سالاد هادو، ثلاثه ديال الانواع. عندي بطاطا مسلوقه، عفوا هنا كنت بغيت نحط الملحه في مطيشه حيت ديجا بطاطا مسلوقه سلقتها بالملحه، ودابا غندير ليها واحد شويه ديال البصله مشلضه رقيقه، وايضا المطيشه درت لها شويه تاع الملحه، ودابا شويه البصله مشلضه. البنات غادي ندير الكمون ايضا المطيشه، وغادي المهم هنا كتشوفوني انني كنحرك حيت غادي نحط دابا الغدا، يعني ديك الساعات ما غاديش نخليهم في الثلاجه ولا شي حاجه. كتعرفوا اننا ما خصناش نحركهم الا ما كناش غنحطوهم سور بلاص. هنايا القزبر والمعدنوس يعني الربيع، غادي ندير شويه في البطاطا مسلوقه، وايضا شويه في المطيشه. زيت الزيتون ضروري حتى هي غنديرها في المطيشه، وغادي نديرها في البطاطا مسلوقه. المهم انا هذا هو الاقتراح ديالي ديال هاد اللي ديال اليوم اللي غنرافقو ان شاء الله مع الكوتليت. هنايا عندي البابا مسلوقه مقطعه طريفات صغار، درت ليها شويه تاع الملحه، ودرت ليها شويه ديال القزبر ومعدنوس والخل، خلطتهم. هنا كنوريكم مطيشه وايضا بطاطا مسلوقه، غادي نحطهم في طبيصلات صافي، وغادي نرافقهم مع الطبق ديالي. صراحه الطبق اللي جا اكثر من رائع، غنخرجو دابا من الفران وغنوريه لكم البنات. ما تنساوش البنات لاول مره يشوف هذا الفيديو وباقي ما مشتركش معايا يدير اشتراك الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وايضا يدعمني بلي لايك، وكتب لي التعاليق اللي كتفرحني البنات، و انا كنقراهم كاملين وكنجاوب عليهم. ايضا ما تنساوش انكم تبارطاجيو لو ماكس البنات باش يوصل لكاع البنات. كانوا هادو هما الاطباق اللي غادي نرافق ولا لي سالاد اللي غادي نرافق، وهذا هو الكوتليت بعد ما خرجتو من الفران. الصراحه كيجي رائع البنات، كلوه سخون بزاف باش يعجبكم بزاف. تتبيله رائعه طابليه على حق وطريقو، وكيجي هشيش بزاف البنات. صراحه زوين زوين. هذا هو الطبق البنات الاخير، يعني الطبق النهائي. الى عندكم طوماط سوريز من الاحسن انكم ديروها، كتجي رائعه. انا ما عنديش، خديت مطيشه وقطعتها على هذا الشكل وزينت بها الطبق ديالي اللي الصراحه كما قلت لكم جا زوين رائع. ممكن انكم ديروا حتى داك اللي درت لكم ديك المره ديال مشوي على الفحم ولا الاله الكهربائيه، بجوجهم كيجيو زوينين ورائعين ومختلفين في المذاق البنات، يعني تقدروا تجربوا هذا وهذا. ان شاء الله غتلقاو الوصفه الاخرى اللي قلت لكم في وسط الفيديو غتلقاوها في صندوق الوصفه البنات. وما بقى لي دابا الا نقول لكم خليتكم في رعايه الله، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ولا شهيوه من شهيوات ام ايناس. بسلام عليكم.